مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من قلوب مصريه. قلوب مصريه النهارده في الحقيقه قبل ما نطلع فكرنا كتير مع فريق الاعداد هنبدا ازاي وهندخل ازاي وهنبدا الحلقه بتاعتنا ازاي. ما لقيتش اكتر وافضل واحسن من ان انا ابدا الحلقه بتاعتي وانا بشيد باهالينا واخواتنا واصدقائنا دوله الامارات الشقيقه. الاستقبال الاسطوري اللي اتقابل بيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الامارات بيخلينا كلنا نوصل لان العرب دوله واحده وشعب واحد ووطن واحد ودين واحد وكلنا بنكمل بعض. منح السيد الرئيس وسام زايد للقاده الاكثر تعاون مع دوله الامارات بيخلينا نقول ان احنا فعلا في منظومه واحده، ان احنا بنكمل بعضينا. السيد الرئيس في كلمته أشاد بالعلاقات الطيبة بيننا وبين دولة الإمارات وإن احنا مصيرنا واحد وحمايتنا ضرورة وإن احنا بنكمل بعضينا وإن احنا الدفاع المشترك دي وسيلتنا الفترة اللي جاية وإن مفيش دولة هتقدر تهدد أمننا وسلامتنا. الحاجة التانية اللي لفتت نظري تهديدات أمريكية، وزير الدفاع الأمريكي وكان هدد بخصوص صفقة الطيارات الروسية اللي كانت عملتها مصر مع روسيا وهدد بالمعونات وفرض عقوبات على مصر. أنا بقول له من هنا، بقول له إن مصر دي دولة لها سيادة، دولة مستقلة لها جيش ولها رئيس، مش ولاية تابعة لحد. فما حصلش ولا يحصل ولا يجي في يوم من الأيام إن احنا نقبل بأي تهديدات أو حد يفرض سيطرته علينا. الحاجة الثالثة اللي أنا عاوز أتكلم فيها، كان في اجتماع من فترة قريبة للسيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، كان في اجتماع واتكلم عن كيفية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة. يعني المفروض إن احنا نعيد فعلا هيكلة بعض شركات قطاع الأعمال العام. شركات قطاع الأعمال العام أصول بمليارات، المفروض إن احنا مع الدولة إن احنا فعلا نعيد هيكلة بعض الشركات اللي اصحاب الشركات خدوا منها اعتبروها بالنسبه لهم عزب واعتبروهم بالنسبه لهم ممتلكات خاصه. لا، احنا عاوزين فعلا نعيد هيكله الشركات ديت عشان تحقق الهدف ونوفر المنتج. واحنا يمكن شايفين ان الفتره اللي فاتت شايفين في تركيز على صناعه السكر في مصر. السيد الرئيس يهتم بمصانع السكر في مصر، مصانع السكر في الصعيد اتطورت المصانع وتاهلت، بقى عندنا وفر من السكر. السكر النهارده احنا عندنا احتياطي استراتيجي بيكفينا 7-8 شهور، لكن انا باخد نموذج كشركه السكر، الحديد الصلب، الاسمنت، الغزل والنسيج. الشركات دي فعلا عايزه اعاده النظر فيها واعاده الهيكله فيها، لان فعلا شركات السكر لو احنا بصينا على شركات السكر لوحديها بس، النوادي وحمامات السباحه والقاعات والتجهيزات اللي فيها بالمليارات الجنيهات، لكن فين النشاط الرياضي في شركات السكر؟ دي محتاجه نظره من الدوله. وخلونا هيبقى لنا حلقه مستقله ان شاء الله باذن الله هنتكلم فيها عن الاستغلال الامثل للاصول في شركات قطاع الاعمال العام. وخلوني زي ما في جيش بيحارب وبيساند البلد بره مصر، لا في جيش تاني ناس وطنيين بيحاربوا جوه مصر. خلوني ارحب بضيوفي الحاج عزيز عبد العليم رئيس جمعيه احباب الكريم. اهلا وسهلا بك يا حاجه. اهلا بيك. الاستاذ ميلاد ذكري رئيس جمعيه او ذكري للاعمال الخيريه. اهلا وسهلا بحضرتك. الناس ديت بتشتغل من غير شو اعلامي، من غير ما تطلع في التلفزيونات، من غير ما تطلع على القنوات، من غير ما تبرز هي بتعمل ايه. احنا هنسمع دلوقتي الحاجه عزيزه. الحاجه عزيزه ست مسلمه من سكان امبابه، ساهمت في بناء وتجهيز وتاسيس اكتر من كنيسه جوه مصر. ساهمت في تجهيز عرايس اقباط مسيحيين عشان احنا بلد واحد ووطن واحد. الست عزيزه عملت الحاجات دي. الاستاذ ميلاد راجل قبطي اخونا وشريكنا وبلد واحد وعالم واحد ووطن واحد وميه واحده وكل حاجه مشتركه بينا. الراجل ساهم في بناء مساجد، ساهم في تجهيز عرايس. الاستاذ ميلاد بيوزع مصاحف في مسابقات القران الكريم. دي حاله جديده وحاله كويسه. احنا خلونا نسمع من الحاجه عزيزه. اهلا وسهلا بك يا حاجه. وعاوزين نسمع ايه القصه بالظبط. والله القصة ان احنا الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا الحمد لله. انا بقالي 30 سنة في العمل الخيري في الشارع. عملنا مبادرة كده جميلة اسمها معا ضد الجوع.
بفضل الله سبحانه وتعالى بنعمل وجبة غدا يومية في الشارع، أي حد ماشي في الشارع ما بنسألوش بقى أنت مسلم مسيحي، إحنا مالناش فيه، إحنا لينا حد جعان ماشي في الشارع يخش يتغدى عندنا. و من غير ما يدفع فلوس؟ لا طبعا، دي مائدة رحمن طول السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، مفيش فلوس والكلام ده. أيوة. واستكمالا للمبادرة برضه الحمد لله عاملين شنطة تومين أسبوعية، بنوزع كل أسبوع شنطة تومين بفضل الله سبحانه وتعالى على أهالي إمبابة بالشيل والوراق. مفيش محافظات تانية لا النشاط ماسكين يعني؟ ماسكين الحمد لله 6 كرة في المنوفية برضه الحمد لله، بمدهم برضه بالتومين، فالحمد لله يعني مشتركين أنا وولاد ذكري في الخير مع بعضنا أنا وهو، والحمد لله بنعمل اعمال كتير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طب خلينا نرجع للاستاذ ميلاد ونقول له ايه، انا عاوز اعرف التوليفه والتوأمه دي مع الحاجه عزيزه جت ازاي؟ جت من عند ربنا. الحاجه عزيزه ده مثل اعلى ليا بصراحه، وحاجه مشرفه ان انا احط ايدي في ايديها، لان انا فعلا اتعلمت على ايديها العمل الخير، وهي اللي شجعتني اعمل المؤسسه، وهي اصلا المؤسسه طلعت على حسها، وهي المؤسسة أصلا اتأسست بيها، لأن أنا شفت فيها حاجات كتير قوي. شفت فيها إن ست زيها عندها بيت، لما تنزل 6 الصبح تروح 12 بالليل أو 1 بالليل عشان تأكل غلبان، ولما الأكل يخلص عايز زجراير يقول لها أنا جعان تبعت تجيب له علبة كشري أو أي أكل. دي حاجة كويسة جدا، وحاجة بسطتني، حاجة خلتني إن أنا أبقى معاها على طول الصبح وبالليل والظهر والعصر. بتعلم منها فعلا، بتعلم منها، لان هي حاجه مشرفه وحاجه هي بتتحارب وهي في حرب شديده، بس دايما الانسان الناجح بيتحارب دايما، فدي حاجه ما بتاثرش فينا ولا على الفيس ولا على اي حاجه. بنسمع كلام كتير قوي، بس احنا ماشيين في طريق وان شاء الله مكملين وهنكمل. سيبك بقى من حتة مسيحي حتة مسلم، احنا الحتة دي الحمد لله يمكن مسحناها في امبابة خالص خالص، ويمكن كانت اكتر منطقة فيها الحتة دي هي امبابة، كلمة مسيحي ومسلم دلوقتي مفيش. يكفي قوي ان الحاجة عزيزة اللي هي ما تعرفوش، وده اول مرة انا اقوله على الهوا، هي عاملة اجتماع في الكنيسة، هي ما تعرفش الكلام ده، انا اول مره اقوله، 200 اسره بيجوا بيسمعوا كلمه ربنا ويتعلموا الدين، والاطفال بتتعلم الدين تمام، وهي بتساعدهم اخر الشهر وبتشجعهم بحضورهم في الكنيسه، واخر الشهر تشجعهم بحاجات شنط تموينيه، تجهز عروسه، تجهز بنتها، واحده محتاجه غساله، واحده معانا خطوه بخطوه. ان انا بقى اوضب جامع، انا ابني جامع، ده بيت ربنا، انا اتولدت لقيت جامع ولقيت كنيسه، فده بيت ربنا وده بيت ربنا، وده بينادي لربنا وده بينادي بربنا، فانا ما فرقش الموضوع ده، مش بتاعنا كلمه الدين ده، ما تخصناش احنا بشيء، في رب في الاخر هو اللي بيحاسب، دي حاجه مش بتاعتنا. فانا بصراحه يشرفني ان انا امشي ورا الحاج عزيزه مش قدامها، دي حاجه تشرفني، وقلت لها مره واثنين وثلاثه في ظهرك في اي حاجه بكل حاجة. يكفي ان ولادي عرفوا يعني ايه الحاج عزيز، بنتي بقت تتعلم من الحاج عزيز وبتعمل في المدرسة بتاعتها زي ما الحاج عزيزة بتعمل، دي حاجة بسطاني. ده كلام جميل وشعور نبيل، وهي دي الروح اللي احنا عايزينها واللي احنا عايشين بيها، وهي دي الروح اللي حاسين عليها الدين الاسلام والدين المسيحي، حسن الخلق والتعامل مع الاخر، دي حاجة جميلة جدا. نرجع للحاجة عزيزة، وأنا شايف الأستاذ ميلاد بيقول في حضرتك شعر، يعني والله برضه هو بيقول كده عشان هو اتعامل معايا وأنا اتعاملت معاه برضه. أنا برضه لو هتكلم عن ميلاد ذكري بليل ونهار مش هو في حقه، أنا ساعات كتير جدا ببقى يعني أي بلد بعيد عني أنا تكلمني في تليفوني يا حاجة عزيزة أنا محتاجة أكل. حصل موقف معايا مرة من حتة مش فاكرة بلد اسمها إيه، المنيا. المنيا، واحدة كلمتني قالت لي حاجة عزيزة، قلت لها نعم، قالت لي أنا دلوقتي أنا جعانة أنا وجوزي وعيالي، وجوزي في المستشفى مش لاقي حل ومحتاج عليك، طب انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ انت في المنيا انا في امبابه. قالت لي ماليش دعوه الصراحه، مش انت بتاكلي الناس؟ قلت لها بنتي انا في المنيا. فهو كان معايا في العربيه، فقلت لها سيبي على الله انت فين حته، قالت لي طب سيبي على الله. فبقول له الحق يا ميلاد، ده واحده بتقول لي انا عايزه كذا كذا مش من هنا. قالت طب اقفلي التليفون يا حاج.
اقسم بالله العلي العظيم الله على ما كل شيء، نص ساعه وهو معايا في العربيه عمل تليفونات، لقيت الست بتكلمني بتقول لي انت بعت لنا العلاج وبعت لنا الاكل. قلت لها انا بعت لك مين؟ قال لي لا ما هو انا التليفون اللي عملته ده واتكلمت على الواتساب، انا بعت للست الاكل وبعت لها العلاج، واحد جاب لها العلاج من الازهار اللي قدام. بيعمل حاجات بسم الله ما شاء الله يعني. احنا اولا احنا يعني انا ست يعني مش معايا شهاده تعليميه ولا الكلام دوت، بس الحمد لله رب العالمين القران الكريم علمني ملخص يعني فيما معناه يعني الدين معامله. احنا بنوصل رساله للناس، ديننا كله يا جماعه في المعامله، احس بالناس اعامل الناس بما يرضي الله وربنا يفتح عليا ان شاء الله. فربنا يبارك ده في كلام محترم وكلام نفس الناس كلها تبقى. انا عاوز اعرف حضرتك لما بتدخل توزع مصاحف وهدايا لأطفال مسلمين في المساجد وفي المدارس وفي الإحساس وانت باصص في عيون الأطفال هم شايفينك انت كراجل مش مسلم وبتديهم مصحف، يعني إحساسك بيبقى ازاي؟ في رمضان اللي فات كنت معزوم في حفلة، مش متذكر البلد، هي كانت قرية جنبينا كده مش متذكرها بالظبط. فقعدت افكر طب ايه اللي ممكن اعمله. كان تحفيظ قران، فتحفيظ قران يعني، فكان حد معايا فبقول يعني اجيب ايه، فحد قال لي ممكن تجيب لعب اطفال. قلت له طب ايه رايك لو جبنا مصاحف؟ فبص لي كده، ف انا مش عارف قلت حاجه غلط قلت حاجه صح مش عارف. قلت له طب ينفع توصلني الحاجة بتبيع المصاحف؟ قال لي اه. فدخلنا جبنا ووصلنا المكان، العمدة تفاجئ تفاجئ حاجة كده فأنا وقفت ورحبت بالأطفال وتصورت معاهم وقدمت لهم المصاحف. أنا بقيت مش عارف أخرج من الحفلة، قد إيه اتبسطت، قد ايه اتبسطت ان انا وصلت ان يا جدعان ده دين، دي حاجه بتاعت ربنا. هو انا لما اديك مصحف وانت تفضل طول العمر تقول ده ميلاد القبط جاب لي مصحف، دي حاجه جميله، دي حاجه تخلي الاطفال تتعلم ان مفيش حاجه اسمها مسيح ومسلم. عمو فلان جاب لي مصحف عشان انا حفظت القران، انا طلعت مبسوط. انا روحت، كانت الحفله الساعة 6 خلصت 9، أنا مشيت من البلد حوالي الساعة 1 بالليل مش عايز أمشي. الأطفال مبسوطة والأهالي مبسوطة والدنيا حاجة غريبة بالنسبة لهم. أنا بصراحة أنا سعيد بيك يا أستاذ ميلاد. وفي فيديو خاص بجمعية أحباب الكريم إحنا عاوزين نشوف الروح اللي موجود فيها فريق العمل والخدمات اللي هم بيقدوها للناس، وهنرجع تاني نعلق عليه. ايه يا حاجه ده بعد اذن سعادتك؟ ده حضرتك احنا بنعمل وجبه غدا يوميه بفضل الله سبحانه وتعالى في الشارع، وجبنا عربيه متنقله قدام المدارس وفي الشوارع في الاماكن العامه، بننزل بالعربيه بتاعتنا بالترابيزات بالكراسي بالميه بالعصير، وناخد الاكل بتاعنا ونفرش ترابيزاتنا في الشارع، واول ما نخلص الاكل ناخد بعدين ونروح قدام المدارس. طب في حاجه يعني انا شايف الفيديو وشايف فيه حاجات اكل كتير، طب الحاجات دي حاجه بيبقى تمويلها ازاي؟ بتيجي ازاي؟ انا بلم تبرعات، القصه كلها انا بلم تبرعات. التبرعات دي من جهات من حبايبنا واصحابنا؟ لا ما عنديش جهات رسميه تماما. انا بلم تبرعات من اصحابي من حبايبي كده بس. يعني هم بيتبرعوا، انت حضرتك انا شايف يتبرعوا لو بجنيه، انا شايف انا بقول والله اللي ساعدنا لو بجنيه، احنا الجنيه بينفع مع يعني بيفرق معايا. عايز اقول لحضرتك حاجه، العربيه المتحركه دي بمبلغ وقدره حفيت عشان تجيبها. ليه بقى تجيبها؟ لفت على كل المدارس اللي في امبابه، كل يوم العربيه تروح مكان شكل، كل يوم العربيه دي بتروح مدرسه شكل. طب فريق العمل ده بياخد مقابل يا حاجه ولا هم متطوعين؟ يعني هم بياخدوا مبلغ بسيط، يعني ان هم انا علمتهم ودربتهم على العمل الخيري، لهم عشره طويله معايا، سنين طويله معايا، بس بحاول يعني اراضيهم على قد ما اقدر يعني.
انا شايف ان الفتره اللي فاتت انت كنت في متجوزه حد من فريق العمل اللي عندك انا الناس. عملت في الجمعيه عندي مبادره اسمها اسعدني وفرحني، بنجيب العريس اللي مش قادر يكتب كتابه انا بجيبه عندي واعمل له كاتب كتاب واقوم بالغدا والعصير وكل حاجه، بجمع من برضه حبايبنا المتبرعين بقول لهم والله انا عندي كذا كذا، فكل واحد بيقدر يقدم لي بقى عصير، يقدم لي يدفع فلوس المأذون، وعملنا له الفرح لحد ما جوزناه بفضل الله. طب لو في حد عنده حالة وفاة ولا حد من فريق العمل عندك بيبقى ليه معاش ما بيبقى ليه بسيبهمش، كذا؟ احنا ما بسيبهمش، احنا انا ما حد متوفى ما بسيبوش، انا عندي يعني بساعد اهل بيته لحد ما على قد ما اقدر يعني. طب انا عاوز، انا شايف لك صور في الكنيسة في تكريم، ايه ظروف التكريم ده يا حاجة؟ والله انا اتفاجئت ان الاستاذ ملاك كان عامل حفله في الكنيسه وقال احنا عايزينك يا ام، تعالى انا عايزك، فروحت اتفاجئت بقى لقيتهم كلهم عاملين لي درع وكرموني في الكنيسه، يعني كنت سعيده جدا في اليوم ده. شعورك كان اه طبعا حاجة ايوه جميلة ايوه يعني. ايوه يعني انا بمشي يعني بستنى بسنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني كلنا واحد، احنا واحنا مفيش الأيام حد دي فينا. بنعيش ذكرى اه مولد طبعا اه الرسول عليه طبعا، الصلاة ومشترك والسلام. وميلاد مشترك معايا في مولد الرسول عليه السلام، كنا عاملين احتفاليه كده في مسجد عندنا في امبابه، في مسجد المرحوم الحاج محمد عبد العليم الصعيدي، كان مشترك معايا في الذبيح وفي حاجات كتير بيساهم على طول، بيساعد معايا في اي حاجه الحمد لله. طب في معارض ولا حاجة يا أستاذ ميلاد بتعملوها؟ معارض خاصة بشنط ملابس، الحاجات دي بتتعمل برضو من ضمن احنا أنشطة الجمعية؟ بنعمل معرض بفضل الله جميل جدا وجامد قوي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. طب احنا معانا مداخلة هاتفية من الأستاذ النائب بكر أبو غريب عضو مجلس النواب عن البدرشين. أهلا وسهلا بيك سيادة النائب. أهلا وسهلا يا فندم، ازيك يا محمود بيه؟ إزاي حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله يا فندم، ربنا يخليك، الله صحتك طيب. يخليك. احنا وسلام لضيوفك بقى، معلش انا مش قدام التلفزيون فما اعرفش مين انا سلام معايا لضيوفك. معايا الحاجه عزيزه رئيس جمعيه احباب الكريم، ومعايا الاستاذ ميلاد ذكري رئيس جمعيه ابو ذكري للاعمال الخيريه، راجل قبطي مصري اتبرع وساهم في بناء مساجد، والحاجه بسم الله ما عزيزه شاء الله، ساهمت في بناء كنائس. بسم الله يعني ما انت شاء الله، تخيل هي سياده دي النائب مصر، الجو هي ده. دي مصر يا فندم، هي دي مصر يا فندم. خلينا ندخل مع حضرتك، احنا جالنا اسئله كتير على صفحه البرنامج خاصه باهالي وسكان مركز البدرشين. مركز البدرشين ده في اتفضل. ما يقرب 19 قريه، في ظل غياب المحليات وقيام اعضاء مجلس النواب يمكن بيقوموا بعملهم حاليا، الناس مش شايفه ان في دور للمجلس النواب الفتره اللي فاتت، فعاوزين نعرف يا باشا الانجازات اللي تمت في الفتره اللي فاتت اللي بتخدم المواطنين بعيد عن المحليات او الحاجات اللي هي دور النائب الفعلي. بص يا فندم، وطبعا في ظل غياب المحليات، يعني اسمح لي يديني فرصتي بس عشان اقدر اوصل اتفضل يا فندم. للمشاهد عند حضرتك ولحضرتك المعلومه كامله. في ظل غياب المحليات النائب شغال محليات وكل حاجه، شغال محل محافظه ومحل مدينه ومركز وقريه، وشغال عضو مجلس نواب في نفس الوقت. فطبعا الدوائر برضو في ظل تقسيم الدوائر اللي حصل من بعد 2000 في بدايه 2015، بقت الدوائر طبعا مركز مدينه القوسين كان 9 قرى بس، كان مقسوم لدايرتين، الوقت بقوا 19 قريه والمدينه. فطبعا بالنسبه للحاجات اللي اتعملت كتير في المركز، بس طبعا المواطن عاوز كل حاجه، واحنا خارجين من ثورتين، في طبعا حاجات كتير، صرف معطل كان موجود من 2007، جبنا له انا وزميلي النائب صبحي الدالي، جبنا له مبلغ من المال برضو ما يقرب من 80 مليون جنيه، وبيكتمل دلوقتي ده في 6 قرى كانوا معطلين تماما من 2007، كانت الشوارع مفحوته وكان فيها يعتبر مداخل البلاد كانت مش مبرككه بالحفارات ومواسير وشبيه موجوده في كل الشوارع. حضرتك عارف مشروع الصرف الصحي بيقلب الشارع من اول لاخر في القريه اللي هو بيتعمل فيها. فجبنا قصرنا نحصل على الفلوس، وان شاء الله انا بوعد شعب البدرشين ان في شهر 5 قريه ابو رجوان الابلي، قريه مزغونه، قريه الشبك الغربي، قريه دهشور، قريه مترهينه، قريه سقاره، باذن الله يكونوا منتهيين تماما من الصرف الصحي. اسندنا حضرتك نجله الشوبك، واسندنا منشيه دهشور، واسندنا زاويه دهشور، وجاري تباعا ان شاء الله
خلال شهر باذن الله هيطلع قرار اسناد برضو لقريه العجازيه، وهيطلع قرار اسناد لقريه ابو صير. حضرتك دي طبعا مش بالسهل ومش بشاوير كده وخلاص، يعني كل حاجه من دول بتحتاج 10 15 مشوار تروحهم وتقعد تلح هنا في الجهه دي وفي الجهه دي عشان تقدر توفر الاعتمادات الماليه. طب اسمح لي اسمح لي سياده النائب، 16 مدرسه اكمل لحضرتك بقى. انا قلت لحضرتك الفرصه على اساس المواطن اللي بيشاهد حضرتك يبقى ملم ايه اللي بيحصل والنائب بيعمل ايه. اتفضل. عندنا موافقه 16 مدرسه في مركز مدينه البدرشي. حضرتك من 2005 ل 2015 اتعمل في مركزنا اربع مدارس. احنا جبنا موافقه انا وزميلي النائب صبحي الدالي موافقه 16 مدرسه، بيتعمل منهم خمسه دلوقتي حيز التنفيذ بالفعل، بيبنوا فعلا يعني موجودين على ارض الواقع. وال 11 تباعا ان شاء الله في الخطط الجايه دي للعام المالي الجاي ده ان شاء الله يخش خمسه تاني، يعني احنا معانا موافقه الزراعه كانت صعبه جدا زمان ان انت تقدر على تحصل على موافقه زراعه لبناء مدرسه. جبنا 16 موافقه. قدرنا نوفر مكتب جوازات، جبنا موافقه لمكتب الجوازات، احنا كان جنبنا قسم الحوانتيه هو اللي كان فيه جوازات. قام الثوره كان حصل فيه حريقه زي ما حضرتك عارف اتحرق. قدرنا ناخد الرخصه من الحوانتيه وننقلها لمركز مدينه البدرشين رخصه دائمه. يعني دلوقتي المواطن عندنا في البدرشين بيعمل الجواز السفر بتاعه، مواطن العياط بيعمل عندنا، مواطن الحوانتيه بيعمل عندنا في مركز مدينه البدرشين. قدرنا نحصل برضو على موافقه الفيش المميكن، كان الشعب البدرشين عندنا لما يجي يحتاج حد يعمل فيش لوظيفه او لتقديم على القوات المسلحه للتجنيد او الكلام ده كان بيجيب الفيش المميكن من مدينه الجيزه، من اسم الجيزه اللي هو اللي على البحر. دلوقتي احنا عندنا فيش المميكن خاص ببلدنا، وعندنا حاسب الي في المركز المواطن ما بيباتش عشان يسجل ثاني يوم بيطلع في نفس اليوم. برضو قدرنا نحصل على في بعض من القرى كان فيها المواسير الاسبوتس السامه القديمه، قدرنا نجيب 16 كيلو لمركزنا، قسمناهم على القرى اللي موجوده، غيرنا المواسير القديمه اللي هي سامه اللي هي الاسبوتس للخطوط الجديده. برضو في ادراجنا 138 شارع من المدينه شغالين فيهم حيز التنفيذ دلوقتي تقريبا في 70 شارع، كانوا المقاول سابهم كان يعني فيهم انخفاض، وكان المقاول سابهم ايام المدينه ما كانت بتستعمل. برضو بدأنا نخصص دلوقتي أرض في حوض أبو ليلى موجودة في قرية المرازيق في أبو رجواني في الكفر البحري في قرية المرازيق، بنخصصها إن شاء الله عشان تبقى محطة معالجة تخدم الخلاص. جميل سيادة النائب، بس اسمح لي حاجات كتيرة جدا يعني. طب اسمح لي إن أنا أتكلم في حضرتك في الحاجات الشائكة اللي فيها الكلام. احنا عندنا مشاكل كتيره خاصه بالمواصلات والتحرش والبنات والزحمه. ايه الجديد اللي حضرتك ممكن تضيفه في قصه زي كده؟ عشان انت عارف البنات في الجامعه الصبح والطالبات الثانوي رجعنا ال 121 بعد انقطاعه، ورجعنا اتوبيسات تاني للجامعه واتوبيسات للمنيب موجودين، الخط شغال من مسغونه تباعا للجامعه وللمنيب موجودين 8 اتوبيسات من 10 ايام بالظبط متوفرين موجودين. مراكز الشباب قدرنا نوفر 12 مركز شباب ادوات رياضيه بالكامل، كراسي، كولدير ميه، ترابيزات بلياردو، ترابيزات بينج بونج، كور. قدرنا نوفر التنجيل لبعض من مراكز الشباب اللي ما كانش فيها ملاعب منجله، حاليا دلوقتي بيعمل مسغونه على اعلى مستوى، بعديها هيتعمل تباعا ابو رجواني البحري. وبرضه مركز شباب الشمباب استعجلنا، كان في قرار قديم واستعجلناه. في حاجات كتيره قوي، والغاز دلوقتي شغال في مدينه البدرشين ان شاء الله هيخش العجازيه وهيخش بترهينه في خلال اربع شهور، احنا معانا الموافقه ان شاء الله في خلال اربع شهور هيبداوا يشتغلوا في بترهينه وفي العجازيه باذن الله. على اساس ان العجازيه جالها اعتماد برضه هي وابو صير جالهم اعتماد للصرف الصحي. طب احنا قبل ما ننهي الحوار مع حضرتك عاوزين، انا عندي حاجات كتير قوي، عاوزين بشره، عاوزين بشره لاهالي مركز مدينه البدرشين اللي تقريبا يقتربوا من مليون نسمه في ظل وجود المستشفى. عاوزين تطوير المستشفى، وايه الجديد اللي ممكن يتم في المستشفى؟ ان شاء الله احنا معانا موافقه الوزير احمد عماد بتحويلها الى عام، ومعانا موافقه الدكتوره هاله وزيره الصحه الحاليه بتحويل مستشفى البدرشين من المركزي الى عام. بس طبعا عشان تتحول كانت مستنيه ان احنا نعمل حاجات
تطوير ونرتقي بالمستشفى شويه من عدد السراير. وصلنا الوقت ل 190 سرير، الشرط لتحويلها عام تكون على الاقل 200 سرير، ففاضل لنا 10 سراير ان شاء الله في غضون 10 15 يوم هنقدر نوفرهم ونقدر نعمل قسم الحروق اللي فاضل عندنا، ويبقى كده مستعدين لتحويل المستشفى من مركزي الى عام ان شاء الله في خلال شهر او اثنين. هكون دي البشرة اللي هتسعد اهل ومركز مدينه البدرشين بالكامل ان شاء الله، تحويل المستشفى. طبعا الناس شايفه القرار من سنتين، طب ما اتعملش ليه؟ طب ده ورق، ده كلام على ورق. لا سياده النائب، سياده النائب انا شايف الكنترول بيفكرني بيقول ان في مشكله خاصه في قلعه المرازيق، المياه الجوفيه والبيوت اللي مليانه ميه، والموضوع ده كمان امتد لقريه العزازيه. بعتنا يا فندم، وحضرتك كنت بالكاميرا بتاعتك معانا في قريه في القلعه، مشكور حضرتك نزلت غطيت الموضوع بتاع المواطنين وشكواهم. المياه الجوفيه ديت مشكله اتضح ان هي من الترعه اللي قدامهم، مفتوح طبعا في وقت منوبات للمصارف دي وللترعه اللي قدام قريه قلعه المرازيق. لما بيحصل الترعه منسوبها بيعلى، القلعه قريه قلعه المرازيق اوطى من الترعه حضرتك زي ما شفت بكاميرا حضرتك كنت موجود، فهي دي اللي بتعمل المياه الجوفيه. طبعا دي حاجه لا اراديه، لازم بقى يتوفر لها حل. طبعا لازم الترعه تنزل اقل من متر، ونزلت اقل من متر ما بتوصلش للبلاد اللي قدام، للقرى اللي قدام اللي هي الشباب، وتباعا العجزيه وتباعا القرى اللي موجوده على نفس الخط ده اللي بيشربوا منها الاراضي الزراعيه اللي موجوده في الرقعه الزراعيه اللي موجوده في مركز مدينه البدرشين. شكرا سياده النائب، شكرا جزيلا سياده النائب. نرجع نكمل حوارنا اللي خدنا منه سياده النائب، ونتكلم عن المبادره الجديده هنحقق حلم كل فقير. ايه هنحقق حلم كل فقير؟ بفضل الله سبحانه وتعالى تم اتصال من اهالي ارض عزيز عزت بالمكتب عندنا، فنزلنا بفضل الله. انا عاوز اوضح بس للمشاهدين ان ارض عزيز عزت دي مجموعه مساكن فيها سكان وفيها اولاد وفيها اطفال وفيها المجاري وفيها التعابين، وحاجه صعب جدا ان حد يعيش فيها. ايه القصه دي يا حاج؟ القصه حضرتك هم انا تم اتصال بالفور بالمكتب عندنا، فنزلت بفضل الله بالفريق بتاعي على منطقه اسمها ارض عزيز عزت. نزلت بنفسي عملت استكشاف على المنازل. يا ريت يبقى في معانا مداخله من حد من نواب الامبابه لو تكرمتوا. فنزلت عملت استكشاف على البلوكات، لقيت البدرونات كلها 3 متر مجاري، والمجاري 3 متر، مجاري 3 متر. وحاليا لحد دلوقتي احكي لك الموضوع بالتفصيل، فلقيت لك المواسير كلها بتاعت البلوكات كلها منظر بشع. الاطفال بقت بتعدي في البدروم كده من فوق، كهرباء لدرجه اطفال اتكهربت وستات عواجيز اتكهربوا. فبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يا رب يجازيه خير، الحاج حسن وقف وقفه كبيره جدا معايا في البلوكات، والاستاذ طارق سعيد حسنين برضو ساعد معايا، والاستاذ وليد المليجي. بس اكبر شغل يعني الحاج حسن الله يديله الصحه يا رب. نزلنا على الفور غيرت مساج المواسير بتاعت البلوكات الداخلي بالصرف بالكامل وقدام البلوك كمان. بس المصيبه الاكبر بقى انا عملت على قدي، عملت تغيير كامل بفضل الله من ارض عزيز عزت من داخل البلوك وبره البلوك، لكن المصيبه الاكبر تحت البلوكات 3 متر مجاري. مجاري موجود، مجاري موجوده لحد الان 3 متر مجاري، وكل يوم احنا بننزل دايما هناك، بس الموضوع بقى لسه في ايد الحكومه. طب التفاصيل يا استاذ ميلاد من وجهه نظرك انت شايف القصه دي ازاي ونعالجها ازاي؟ ارض عزيز عزت دي لازم تدخل من الحكومه، لازم تدخل من الحكومه، لان هي صعب جدا. وحاجه عدد السكان فيها تقريبا كام؟ لا كتير، يعدوا ال 100 100 وكام الف، يعني 100,000 تحتيهم 3 متر مجاري ساكنين. البدرون يعني مره كانت الحاجه عزيزه شغاله طلع تعبان، حاجه يعني فوق الخيال. طب والاجهزه فين؟ والمحافظه فين؟ الحضرتك اللي كان الاستاذ محمد نور رئيس حي شمال كان موجود قبل ما يتنقل، ربنا يجازيه خير يا رب. اول ما قلت له انا عايز اشتغل في بلوكات نزل بالفور، نزل المعدات بتاعته، وقف معايا وتعب وتعب رهيب، لان البلوكات دي كانت تحتها الميه وكان فيها زباله كمان. عندي انا عندي الفيديوهات وعندي كل حاجه. اول ما فتحت بلوكات فتحناها واشتغلنا. طب احنا معانا النائبه شاديه ثابت نائبه امبابه، اهلا وسهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك يا استاذ
بيك يا فندم. اهلا بيك. ازاي معاليك؟ ازاي حضرتك؟ اهلا بيك وبضيوفك الكرام الحاج عزيزه المحترمه الاستاذ ميلاد، والحقيقه من الناس الخيرين والناس اللي يعني بيقدموا المساعدات او يد المساعده على قد ما يقدروا من امكانياتي. يعني انت شايفه حضرتك ان الجمعيه دي بتشتغل على ارض الواقع ولا جمعيه اسم بس مكان؟ لا بتشتغل الحقيقه على ارض الواقع وبتساعد ناس كتير جدا، ولكن موضوع ارض عزيز عزت ده فوق طاقه الجمعيات، يعني لان هو بيحتاج ملايين. يعني علشان كده احنا قدمت انا بطلب وقدمت لرئاسه الجمهوريه ورد عليا اللواء بسام راضي، وفعلا بعت 23 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات لهذا المكان، وانا ضغطت بكل الاجهزه السياديه الحقيقه. والحقيقه السيد المحافظ فعلا طلع 10,000 ونص، يعني بيبتدى يطلعهم على مراحل. المرحله الاولى 10,000 ونص لبدايه الشغل في هذا الكلام، ولسه النهارده في صندوقي في المجلس، يعني لسه جاي من المجلس انا في طريقي جاي في السكه. برضك بعتولي الجواب بناء على طلبي وال 23 مليون جنيه، ولكن هو هيطلعوا على مراحل. المرحله الاولى 10 مليون ونص، وكليه الهندسه قالت لازم بعد البدرومات دي بعد تنظيفها تتلبس قمصان وعزل، عشان برضك فيها جزء من ان البحر لما بيزيد بتبقى فيه ميه جوفيه بتطلع. هي دلوقتي احسن وقت للشغل فيها دلوقتي لان منسوب البحر قالل، وفعلا الميه ابتدت تجف، فيطلعوا زي ما بتقول الحاجه عزيزه فعلا والاستاذ ميلاد القمامه اللي فيها والحشرات اللي فيها، وتتلبس قمصان وتغيير جذري للصرف الصحي سواء بتاع العمارات، لان السلالم ابتدت تقع لان العمارات هتبوش يعني فعلا. وانا عملت بيان عاجل في المجلس اللي هو الجلسات اللي فاتت من حوالي اسبوعين، والحقيقه لقينا صدى. وطبعا احنا زي ما بنقول في التنميه المستدامه، على فكره ادوني تكريم بسبب هذا الموضوع، درع في التنميه المستدامه في الاسبوع العربي للتنميه المستدامه، لان التنميه المستدامه لرفع الحياه المعيشيه للشعوب، ولازم الحكومات مع المجتمع المدني اللي قدامك ده، يعني لازم يبقى في شراكه بين الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات والافراد، وطبعا المؤسسه البرلمانيه احدى المؤسسات يعني، واخد بالك البرلمان، فلازم كل دول يتعاونوا مع بعض عشان فعلا رفع الوعي ورفع المستوى المعيشي وحياه كريمه للمواطنين. فاحنا لا ننكر دور المجتمع المدني على حسب امكانياته، يعني هو بيعمل على حسب امكانيات. الحاجه عزيزه نزلت وعملت على حسب الامكانيات، بس الحقيقه هذا الموضوع كان فوق امكانيات اي مؤسسه او اي جمعيه، لاني عايز الملايين. ولما انا تواصلت مع الحاجه عزيزه واتكلمنا مع بعض، قالت لي فعلا يبقى يعني كده هي الست بكل ما تملك قدمت، بس كان الموضوع فوق الامكانيات. طب يا دكتوره، وتعاونا مع بعض يعني في هذا الكلام. يا دكتوره، انا عارف ان حضرتك من اضوات من نائبات المحترمات اللي هي الاكثر نشاطا في منطقه امبابه والجيزه، لكن احنا عاوزين نحمي الاطفال اللي موجودين في ظل وجود ثعابين ووجود حشرات. طب نحمي الاطفال ازاي في الفتره دي لغايه التطوير؟ ده كانوا بيقعوا في الميه لحد الان بيقعوا في الميه، حساسيه وصدريه لحد الان متعذبين والله. خلاص المناقصه اتطرحت، وواحد بس اللي تقدم فيها، شركة واحدة بس ورسي عليها اللي عطى المقاول، وهنبتدي نشتغل إن شاء الله في خلال أسبوع أو 10 أيام. أنا النهاردة كنت في المحافظة، والنهاردة قبل ما أروح المجلس كنت عند اللواء علاء بدران وعند المحافظ، والمحافظ الحقيقة متعاون جدا، وقال حتى لو ما جاتش فلوس خالص أنا هطلع من المحافظة. طب احنا هنستأذن معاليك، كاميرا البرنامج هتنزل ترصد اللي بيحصل ده على ارض الواقع، ويا ريت حضرتك تبقى متواجده معانا. يعني الشغل عشان يبقى الشغل على اساس، يعني انا شخصيا هدخل معاك الشغل عشان يبقى شغل على اساس ما يبقاش حاجه ايه. طب الحاجة عزيزة عاوزة توجه لحضرتك استفسار. يعني ان شاء الله يا دكتورة شادية حبيبتي، ان شاء الله في خلال 10 ايام 15 يوم ان شاء الله هنشتغل في المساكن. ان شاء الله يا وش الخير يا سفيرة الخير حبيبتي، ان شاء الله الحقيقة ان شاء الله
كلنا ايدينا في ايدين بعض ان شاء الله باذن وباذن الله. الله الشغل على ارض الواقع. تمام. واحنا لا ننكر برضك ان انت بديتي بمجهود، بس كان الموضوع عايز طبعا ملايين. طبعا الموضوع كبير، الموضوع كبير. احنا عملنا اللي علينا. انا غيرت داخل البركات عليك الحقيقه، وبتساعدي ناس كتير جدا. ربنا يخليك يا رب ويبارك لك يعني. ربنا يخليك يا رب يا دكتوره. اشكرك يا دكتوره، الف شكر. اشكرك يا فندم. شكرا يا فندم. نرجع للاستاذ ميلاد ونشوف ايه اللي ممكن. الدكتوره فعلا ايدت واكدت كلام حضرتك وكلام الحاج عزيزه، وان في فعلا خطوره على حياه الاطفال والسكان، وتقول لك ان الامراض دي ممكن تتهد. مش تتهد، الامراض عليت، الموضوع هناك صعب. يعني لو قعدنا يعني السيد الرئيس يعمل 100 مليون صحه ونقعد نعالج في الناس ونصرف ملايين وفي الاخر خلاص احنا من جهه ثانيه. انا نفسي الاربع نواب كلهم اشتغلوا المكان ده. يعني الاربع نواب يا ريت يكون معانا حد من النواب التانيين الموجودين في امبابه يا جماعه بعد اذنكم. الاطفال ما بتنامش، لان هو الموضوع ولا جمعيه هتنفع ولا 100 مؤسسه هتنفع. يعني احنا عمالين بنقول مسلم ومسيحي وجمعيه وتعاون، وبنشتغل على ارض الواقع وبنوكل الناس وبنعمل تجهيزات للبيوت اللي محتاجه سقف عشان الشتاء واللي عايز يركب ميه. طب ما احنا قدامنا 100,000 موجودين اهو، ما هيموتوا بالظبط كده. لا داني ده اللي انا بنادي انا السيد الرئيس شغال في اتجاه، وفي نفس الوقت احنا عندنا الاجهزه شغاله في اتجاه تاني خالص. انا سمعت حضرتك من الاستاذه الدكتوره شاديه والاستاذه نشوى ديب ان هم خلاص الورق خلص، بس انا بالنسبه لي انا اللي في ايديا انا الاطفال بتموت مني. انا اصلا عايشه بالنسبه للمساعدات عايشه في السوبر 24 ساعه، كل ما يشوفوني يجروا عليا الحقيقه انت سايبانا. طب انا اعمل لكم ايه؟ انا غيرت الصرف ودخلت لكم ميه ووضبت البيوت، ما اقدرش ان انا اردم تحت بلوكات، ما اقدرش. لا وانت ما عندكيش عنديش لا، وهي اول حد انت مش جهه تنفيذيه. اول حد اشتغل في المكان الحاج عزيز، وقعدت فتره كبيره شغاله شغل، قعدنا شهور يعني توضيب حمامات توضيب مواسير. بعد اذن حضرتك انا عاوز اسال سؤال. انت حضرتك لما بتقف قدام المدارس وقدام مراكز الشباب بتجهزوا الاكل والوجبات للطلبه ببلاش، انتوا حضراتكم بتلاقوا تعاون من الاجهزه ولا بيبقى فيه معارضه ولا بيبقى فيه؟ لا 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 لا, 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 لا. الحي عندنا حي شمال. انا بشكر جدا جدا الاستاذ بصراحه ربنا يعني سبب السعان، والاستاذ محمد نور اتنقل من عندنا. يعني هم الناس دي الحي بصراحه، لا الحي واقف مش قادر اقول لك بيساعدني. يعني حي شمال بيساعدني في الشغل، ترابيزات كراسي شمسيات اي حاجه بيجيبوا لي كل حاجه، مش سايبني والله. بس انا يعني عايز اقول حاجه برضو لبعض الناس في امبابه، انا لسه شايفها دلوقتي. موضوع التوزيع او موضوع التصوير، او ما حدش بيعمل شهره. الحاجه عزيزه مش نازله انتخابات ولا عمرها هتنزل، لكن ده شغل هي بتعمله، فلازم كل الناس تشوفه زي ما احنا بنشوف دلوقتي على الشاشه. لو ما فيش صور هنشوف؟ لا. فمعنى ان احنا بنصور، احنا بنقول للناس اشتغلوا زينا، بنقول للناس احنا شغالين، فعايزين حد كمان يشتغل معانا. فانا شايف دلوقتي حرب عشان احنا كنا بنوزع وفي صور. احنا ما بنقصدش نصور حد، ولا عمرنا بنقصد نصور حاله، ولا بنتاجر بالحالات، ما عندناش، لان احنا مش نازلين انتخابات ولا لينا في السياسه. أنا كنت قريت مرة وعلى صفحة الجمعية إن الحاجة عزيزة أمنية حياتها إنها تقابل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده نفسي يمون عليا والله إن أنا أقابله، نفسي أقابله. يعني إحنا بنقول اللي شغلنا على أرض الواقع وشغلنا في المناطق الأكثر فقراً ونساعد الدولة والأجهزة، إحنا ده حب للبلد. طبعاً ده من انتمائنا للبلد. أنا بدافع، أنا لو كل مكان فيه جمعيات تعمل زي ما احنا بنعمل، ما حدش يبقى جعان عندنا، ما حدش يبقى محتاج، ما فيش حاجه اسمها ما حدش جعان، الناس كلها تعبانه، الناس مش لاقيه، حتى الموظف حتى اللي شغال ارزاقي بيبقى شغال يوم و10 قاعد، مش هنضحك على بعضنا يا جماعه ونقول ايه؟ ما حدش جعان، الناس كلها تعبانه، ظروفها صعبه جدا. احنا انا في الشارع، انا عامله مائده في الشارع، عندي ما يقلش عن في اليوم 500-600 نفر بيجوا يتغدوا عندنا يوميا بفضل الله سبحانه وتعالى. انا بدافع عن بلدي ودافع عن اهلي، ما هيجراني دلوقتي هم ملزومين مني طالما اقدر اساعدهم، وانا وقتي كله لله، فياريت الناس كلها تعمل خير زينا. يعني احنا كنا عاملين اجتماع من يومين واتفقنا. انت في حد بيهاجم الشغل اللي انتوا بتعملوه على ارض الواقع؟ انا لسه شايف دلوقتي وانا قاعد. انت حضرتك بتعمل دعايه انتخابيه مثلا هتنزل ولا لينا في السياسه؟ طب هقول لحضرتك على حاجه. احنا كنا قاعدين من يومين، تمام؟ احنا منطقتنا امبابه. ايوه. احنا اتفقنا، والكلام ده المفروض ما قالوش، احنا هنروح المنيا في 5 يناير عشان عيد الاقباط 7 يناير. ايوه. في بني احمد وبني علي
تحت الفقر بمسافات. انا ما كنتش عايز اقول كده، اهي دي ولا بلدي ولا بلدها وادينا رايحين. معنى كده ان احنا بنعمل اعلان شغلي ولا احنا عايزين تسويق؟ احنا عمرنا ما نخش انتخابات ابدا ابدا. احنا بنعمله لان ده شغل ولازم الناس تشوفه. انا بدي الحاجة عزيزة تفرق حاجة، لازم اشوف هي بتفرق ازاي. مش معنى كده ان انا بقول صوري عشان نازلين انتخابات، لا ده كلام مش صح. واتمنى الناس تفهم صح وتفهم موضوع التصوير صح. طب احنا عاوزين نتكلم على اخر حاجة بتجهزوا لها حاجة الفترة اللي جاية ديت بالنسبة لاهالي امبابة، ايه الجديد؟ احنا بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا كل يوم جديد. انا عامله مبادره اسمها احباب الكريم بتحقق حلم كل فقير. انا بخش مثلا في المنطقه دي بمسك 20 بيت 30 بيت 50 بيت مره واحده، بخش على البيت اعمل ازاله بالكامل واسلم الشقه كانها شقه عريس بفضل الله سبحانه وتعالى، بدون كل ما كل لله سبحانه وتعالى. اي حد ما عندوش ميه بدخله ميه بفضل الله. اي عروسه بنجمع العرايس بجوز بال20 عروسه وبال50 عروسه. احنا الحمد لله عندنا كل يوم جديد بفضل الله سبحانه وتعالى. وموائد رحمن لا موائد رحمن دي شغاله طول السنه. طول السنه مش شغاله على طول، ما عنديش انا في رمضان بس، لا انا عندي طول السنه رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى. طب عاوزين نقول كلمه للناس اللي بتطلع تهاجم البلد بره على صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الماجوره، والناس اللي هي كانت اصلا من مصر وخرجت بره، اللي قاعد في تركيا واللي قاعد في بيهاجم بلدنا. احنا هنقول له كلمتين اتنين بس، يعني هو الكلام يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا قال في القران الكريم مصر دي عمرها ما هتنضرب سوء ابدا، واحنا بنقول لهم ريحوا نفسكم لان مصر بخير. يريحوا نفسهم بس. المصر اللي طلع بره يقولوا اللي عايزين يقولوه. المصر اللي طلع بره مصر بخير بفضل الله. واتكلم على مصر، ده ملوش خير في مصر وماليش خير في اهله. طب احنا معانا مداخلة تاني من الأستاذة سهر ناصر ملكة جمال المحجبات العرب وأفريقيا. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة سهر. أهلا بحضرتك يا فندم. معاكي اتفضلي. أنت طبعا شايفة الحاجة عزيزة وشايفة الأستاذ ميلاد، وتقريبا حضرتك من إمبابة طالما اتصلت يبقى من إمبابة. أنت شايفة شايفة العمل بتاع الحاجة عزيزة والأستاذ ميلاد إزاي على أرض الواقع؟ هل هو شو إعلامي؟ الناس عاوزه تتمنظر وتتصور وتطلع تقول ان احنا بنوزع وجبات ونوزع شنط، ولا انت شايفاه ازاي من وجهه نظرك؟ هو بصراحه انا شهادتي هتكون مجروحه لان انا مش ملكه المحجبات العرب وافريقيا قد ما انا بنت الحاج عزيزه، يعني هو ده المهم. بنت الحاج عزيزه. بالظبط. فانا اي راي ما ينفعش مني خالص لان انا بنتها، بس انا متصله عشان اقول ان اي حاجه انا وصلت لها هي بفضل امي، ومفيش ملكه في الدنيا غيرها، لانه ما ينفعش حد يسال عليه ملكه غير الحاجه عزيزه. مفيش صور للملكه دي عندنا ولا حاجه؟ على قد ما هي انسانه اجتماعيه عظيمه، هي ام اعظم حاجه في الدنيا. طب كويس انك انت كويس انك عملت المداخله دي يا استاذ سهر. إيه انت ازاي كنت بتتعاملي مع الحاجه؟ الحاجه بدون شهادات يعني مش متعلمه، التعليم على قدها، وانت وصلتي كانت ازاي بتتعامل معاكي في البيت وانت بتتعامل معاها ازاي؟ الحاجه علمتني الجامعه مع الامتحانات، يعني انا طول عمري من وانا صغيره بطلع الاولى على المدرسه، ورغم ان مامتي عمرها ما ذكرت لي في مره، بس دايما كانت بتقول لي جمله، انا سايبه ربنا هو اللي يربيكي، انا سايبه ربنا هو اللي يعلمك. فكانت مخليه ربنا في كل حياتي، هو ده اللي نجحني ونجحها. وماما هي اللي علمت نفسها دلوقتي، ماما يعني هتتكلم معاها وهتشوفها بتكتب وتقرا وبتعمل حاجات كتير جدا اغلب الدكاتره بتوع الجامعه ما عملوهاش، عشان هي اللي جواها اكبر بكتير، هي بتعلم نفسها وبتقرا وبتشوف وبتعرف عشان تكون وبتسوق العربيه الميكروباص. بتسوق كل حاجه، ماما بتسوق كل حاجه ما شاء الله عليها. طب كلمه تقوليها للاستاذ ميلاد ابو ذكري. عمو ميلاد يعني راجل عظيم جدا، انا بحبه جدا، ويعني رغم ان هو عمو ميلاد مسيحي بس بامانه انا بعتبره بابا، يعني بيعاملني معامله كويسه جدا، بيعامل كل الناس معامله كويسه جدا، بس في بينا علاقه حلوه، يعني انا بعتبره مش بابايا بس، صاحبي اخويا الكبير، يعني حد عظيم. انا طول ما هو موجود انا في حياتي مطمنه، ما بشيلش هم حاجه، زيه زي بابايا زي اخواتي الكبار بالظبط. انا بفتخر بيكي يا سهر، وانت اختي وكلكم اخواتي، انا بفتخر بيكم كلكم، انتوا كلكم على دماغي بجد، مش كلام انا بقولها على الهوا مباشر، انا بفتخر بيكم.
ده شرف لينا والله. ربنا يخليك. طب انت ازاي دخلت المسابقه وفزت بالملكه جمال المحجبات؟ مين كان بيجهز معاك وانت رتبت ازاي المسابقه دي؟ ماما كانت اساس كل حاجه. انا شفت البوست على الفيسبوك ان في ممكن تبقى ملكه المحجبات، طول عمري بسمع ان الملكه مش محجبات، فشفتها لاول مره فكنت متحمسه جدا، وماما شجعتني اكتر وبتقول لي كلام ايجابي جدا، فرحت جربت. في اول سنه ما توفقتش لان انا كنت لسه صغيره، مش بدرس ومش بشتغل. كان في حد منافس ليكي من بره مصر ولا كانت؟ اه طبعا، انا الملكه المصريه، والوصيفه الاولى مغربيه، قصدي لبنانيه، والوصيفه الثانيه مغربيه. يعني انت يا سهر ملكه جمال محجبات والوصيفه بتاعتك لبنانيه؟ اه الوصيفه لبنانيه الاولى، والوصيفه الثانيه مغربيه. طيب وده بفضل امي والله، كل حاجه في حياتي بفضل امي. انا اشتغلت في سن صغير جدا، انا بشتغل في السياحه، بعمل رحلات داخليه وممثله مسرح بقالي دلوقتي 3 سنين، مسرح تفاعلي للقضاء على العنف ضد المراه عن طريق المسرح التفاعلي. ما فيش خطوه في حياتي مش اساسها ماما، عمري ما نجحت ولا هنجح في اللي جاي بمساندتها. انا بشكرك على شعورك الطيب، وطبعا دي والدتك، واكيد شهادتك ليها هتبقى مجروحه زي ما بتقولي، لكن احنا بنضم صوتنا لصوتك وبنشيد بالحاجه عزيزه وبنشيد بالاستاذ ميلاد ودورهم في العمل الخدمي ومساعده الاجهزه وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس. احنا كلنا عاوزين نعيش في وطن كويس ونعيش عيشه صحيه كويسه ونساعد بعض. خليني ارجع للحاجه عزيزه وكلمه اخيره بتقوليها للشباب. انا بقول للشباب يا ريت قبل الشباب، قبل الكبار في السن، يا ريت كل الناس تحب بعضها، يا ريت الناس كلها تنزل تعمل خير وتخلي وقت من وقتها لله سبحانه وتعالى. اصل انا كلامي كله وتصرفاتي كلها لله سبحانه وتعالى، نفسي كل الناس تحس ببعضها وما نفكرش في شهوات الدنيا دي خالص، احنا نفكر في ربنا بس، طول ما احنا بنفكر في ربنا ربنا يفكر فينا. استاذ ميلاد، كلمه بتوجهها للشباب اللي قاعد على صفحات الفيسبوك طول النهار شاغل نفسه وبيدوب يدخل على الصفحات اللي هي بتسئل بلدنا واللي هي بتهاجم بلدنا، تقول له ايه؟ انا اقول له اعمل حاجه تفيدك وتفيد البلد، سيبك من الكلام اللي ملوش لازمه بتاع الخط التواصل والفيسبوك، اعمل حاجه تفيدك وتفيد بلدك، وبالذات الشباب اللي هو اخواتي واصحابي في امبابه، لما تشوفوا حاجه من ناحيه المؤسسه او الجمعيه، احنا موجودين، احنا طول النهار موجودين في الشارع، تعالوا قولوا ده غلط، احنا عمرنا ما هنهاجم ولا عمرنا هنقول ده صح وغلط، احنا بنرحب بكل الشباب. انا في نهاية البرنامج انا بتوجه بالشكر للاستاذة الحاجة عزيزة، اهلا وسهلا بك يا حاجة، والف الف شكر، نورتين. ربنا يخليك يا رب. شكرا استاذ ميلاد. شكرا، ربنا يخليك. انا كمان بدعو لزميلتي مارينا مؤدية البرنامج بالشفاء، لانها النهارده مريضة، أنا بصراحة افتقدتها النهاردة وبقول لها ألف سلامة لك يا مارينا. في نهاية البرنامج أنا بتوجه بالشكر لكل الضيوف الأعزاء وكل مشاهدينا، على أمل بلقاء متجدد إن شاء الله في حب مصر، وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.